تعرض الجنازة لإطلاق رصاص أمام مجلس محافظة البصرة من قبل جلاوزة الشمري. إذا شفوهم راح أجيبهم بالكاميرا، بس بالبث ماكو زوم. هذولي لحقون الجنازة، إطلاق مسيل الدموع، إطلاق مسيل الدموع على الجنازة، إطلاق مسيل الدموع على الجنازة. شاركوا البث شباب، شوفوا إطلاق مسيل الدموع الآن، واعتقال المشيعين. من قبل مكافحة الشغب والسواد. شاركوا المنشور شباب، بابا راح يطلق، راح يطلق، راح يطلق، راح يطلق على المشيعين. اطلاق مسيل الدموع ورصاص الحي. اذا تشوفون وين وصلنا، والله فلسطين مو هيك. يا اخي تعالوا، والله شاتونا انتم، تعالوا عمي تعالوا. تفريق الشباب المشيعين بالافرع، والان وصلنا مسيل الدموع، وهاي الجنازه. صاحب يا ولد، يا ولد الصاحب، يا ولد اوقف، اوقف، خلي السيف، خلي السيف موقفهم هنا بعيد. تفريق المشيعين بالافرع باطلاق مسيل الدموع والرصاص. حبيبي شلون احوالك؟ شلون زين؟ ارشد ارشد، خلي وقفوخه تجمع الوادم فدوه سابقنا.